السلام عليكم ورحمة الله. درك رانا في الجردة نتاع اللقالق واللي قدامها، جيت نصور لكم الأجواء قبل رمضان. بقات لنا يومين رمضان إن شاء الله، وجيت نصور لكم الدواء كي داير. هاد الدواء خاوية، الدواء وتقول شي واحد راه يدور من هنا. قليلة عندك غير هذا، ولا كاين ليه واحد العائلة ما راهمش يبانو من هنا؟ ولكن بصراحة كاين شي ناس، كاين ناس بزاف حنا ما ضاربين لهمش حساب. درك غادي نوريهم، نقدر نقول لكم راهم هنايا بالمئات. ها هما الى راهم يبانو لكم. بويض تر لبقر عندك، هاد الشجرة راه عامرة بيهم. وعندك ديك الشجرة راه كبيرة، راه فيها واحدة بال 500 على حسب، 500 ولا يقدر كتر كاع، ما نعرفش راه باينة مليح ولا لا. هذا غير تيل البقرة، ما القلق هو كمل على الجهه. طيب اللي كانت تل بقرة، ولكن ما صورتش من تما. المهم كما راكم تشوف، هاي الدواء خاوية هادئة. ايوا في رمضان ان شاء الله تلقى هاد البلاصة عامرة. عندك هادي ولا حتى هاد الجهة اللي منها؟ المهم هادو هما الاجواء ما قبل رمضان. ها كما راكم تشوفوا الجامع نتاع المساحه الكبرى، ها ما هزو الشجرات عامرين حتى البقر. هنايا يباتو، هذا هو الريزيدونس ديالو.